فتزامنا مع عام زايد وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر فرعها في الشارقة عددا من المبادرات تحت شعار مبادرات رمضانية، ومنها مبادرة تبني أسرة لتأمين المير الرمضاني والمستلزمات المنزلية، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الأسر المتعففة. تأتي مبادرة تبني أسرة إحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السنوية، لا سيما في الشهر الفضيل، لتقدم السلة الغذائية والمستلزمات المنزلية الضرورية لمحتاجيها من الأسر لتخفيف العبء المادي عن الشرائح الضعيفة. طبعا عدد الأسر المستفيدة من هذه المبادرة ما يقارب 50 أسرة في إمارة الشارقة. الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف العبء المادي على الأسر المتعففة، كذلك تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي والترابط الإنساني. هذه المبادرة تنفذ بالتعاون مع المتطوعين المنتسبين لهيئة الهلال الأحمر الذين يلبون النداء بهدف مساعدة الأسر والمحتاجين، مجسدين ثقافة التكافل الاجتماعي والترابط الإنساني، حيث تم تخصيص متطوعين اثنين لكل أسرة من الأسر المتعففة يقومون بمساعدتهم في نقل المير الرمضاني. يقومون المتطوعين بزيارة الأسر هذيلة ويشوفون شو احتياجاتهم خلال فترة رمضان، سواء كانت هذه الاحتياجات من مواد غذائية أو أواني منزلية، أدوات تنظيف، كسوة العيد، فيقومون برصد هذه الأشياء احتياجاتهم، وخلال شهر رمضان الكريم يقومون بتوفير احتياجات الأسر المتعففة. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في كل عام ترصد الأسر المستحقة للمير الرمضاني وفق آليات محددة، بحيث يتم توفير المير بعد جمع تبرعات سخية من أصحاب القلوب الرحيمة الذين ينتهجون العطاء فيسهمون في مختلف برامج المساعدات والمبادرات الخيرية والإنسانية. الهلال الأحمر الإماراتي ومن خلال مبادراته يحرص على توطيد أواصر المحبة والتآخي والتلاحم المجتمعي. بهذه المعاني السامية حمل رسالته الإنسانية داخل الدولة وخارجها. لأخبار الدار، هدى سالم، إمارة الشارقة.